السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بناء على طلب الشباب، طلبوا يفهموا أكثر أو نتوسع أكثر بالهدف، أو كيف إحنا بناخد النبضة أو الفوتون أو الإلكترون أو الذبذبة بنسميها أو الموجة أو الجسيم نلتقطه بالسيخ. طبعا إحنا شرحنا فيديوهات سابقة بس بشكل مختصر، اليوم حنشرح بشكل أوسع. طبعا ما بنقدر هذا الشرح الوسيع نشرح لكم إياه قبل هدلاك، أنتم فهمتوا بشكل مبسط. طبعا هذا يا دوب يفهموا تعون، يعني شغل ناس دارسة تفهم هذا الحكي، وبس بدي أحاول أبسطه قدر الإمكان لأنه الناس اللي معنا مش دارسين لا فيزياء ولا هاي ولا متعلمين مستوى تعليم عالي، فان شاء الله برضه حبسطه رغم انه موسع راح حبسطه. طبعا هذا الشغل اللي بنشرحه ينطبق على جميع المعادن وجميع الاجسام. خلينا ناخذ ذرة الذهب عشان متعودين احنا على الذهب، عشان طبعا احنا اتفقنا انه موجب المعدن لما يكون موجب الشحنه او سالب الشحنه فقد الكترون، هو مش بفقد الكترون، بشارك في الكترون او اثنين، يعني اذا فقد اذا شارك بالكترونين اعطاهم لذره ثانيه مثلا شارك فيهم ورد استرجعهم بنقول فقد. فبشكل عام جميع المعادن بتفقد فبنسميه موجب الشحنه، لكن هذا مصطلحات. هلا حنورجيكم احنا اللي بنلتقطه. هلا عندنا 79 بروتون موجب في داخل النواة، هذول ما لهم مش دخل في شغلنا. هلا عندنا في الغلاف الذرة 79 إلكترون سالب الشحنة، هذه الإلكترونات سالبة الشحنة، هذا هو شغلنا واختصاصنا. لكن اللي بنلتقطه مش الإلكترونات هاي، هلا إلكترونات تانية هاي بدنا نشرح لكم الإلكترونات التانية اللي إحنا بنلتقطها. بس خلينا نشرح لكم شوية كيف بيتم الموضوع وكيف احنا بنلتقط الهدف وليش سالب الشحنه بالذات. هلا ال 79 الكترون بدوروا حول النواه. طبعا احنا بناخذ مستوى اول مستويات، كل مستوى بيبعد عن النواه مقدار معين. خلينا ناخذ مستوى اول الكترونين ومستوى ثاني ممكن ناخذ بس الكترونين والكترون مستوى ثالث بس. بدناش ناخذ زياده، عندنا مستويات كبيره بس احنا بدنا عشان نعرف نشرح. طبعا هذا مش شكل الذره، هذا الشكل اللي بنشرح عليه، غير هذا الشكل ما بنقدر نوصل اي معلومه حتى لاستاذ او حتى لخبير فيزياء. هذا شكل الذره، يعني المستوى هذه المستويات الدائريه اللي احنا بنعملها اللي هذه بالشكل هذا، بس ما نقدر نشرح على هذا الحكي اللي هو شكل الذرة الحقيقي عبارة عن غيمة من الفوتونات والإلكترونات. هذا اللي بالأحمر اللي هي الإلكترونات هاي، والبالأخضر هاي مستويات اللي هي الطاقة البدرات اللي بتدور حول فيها حول إيش النواة، وهذه النواة. هلا الأسود هذا حنشرح لكم إياه شو هو، اللي هي الغيمة من الفوتونات أو من الإلكترونات. وإن شاء الله حنبسط لكم اياها بشكل حلو ونحببكم يعني حتكون مفيده وغزيره وحلقه حلوه ان شاء الله. هلا الالكترونات بتدور حول النواه، هلا الالكترونات لها ثلاث حركات بس احنا في الجزء هذا خلينا نقول او في الفيديو هذا حناخذ حركتين هم المهمات، الحركه الثالثه نعملها بالجزء الثاني، يعني حنشرح اعمق من الفيديو هذا الساعه كمان بفيديو تاني بس احنا تدريجي. لان ما بنقدر نشرح كله مع بعض بصير يعني تتخربط المعلومات، يعني يا دوب في هيك جزء يعني ناس دارسه فيزياء تفهم هذا الحكي. هلا الالكترون وهو بدور حول النواه حركه دائريه هاي ايضا بدور حول نفسه، يعني بدور حول نفسه مع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعة. خلينا نقول يعني مثل الكرة الأرضية، الكرة الأرضية بتدور حول نفسها
وفي نفس الوقت بدور حول الشمس. الإلكترون نفس الشيء بدور حركة، خلي بنسميها حركة زاوية حول نفسه، وحركة يعني حركة زاوية أو محورية حول نفسه، وحركة دائرية خلينا نقول محورية حول النواة. أنت فهمت علي كيف؟ هلأ كل الشغل عبارة عن تحفيز، سواء كان على سطح الأرض أو على داخل الأرض. هلأ خلينا نأخذ الذرة أو المعدن وهو داخل الأرض، بعدين آخر الفيديو بنشرح لكم إياه مختصرات كلمتين بشكل عام على إيش على سطح الأرض. هلأ الذرة قلنا بشكل هذا، فإحنا الناس فاهمة إنه بين الإلكترونات والالكترونات فراغ، او بين الذره والالكترون فراغ، وهذا الحكي غير صحيح. كل الذرات او كل الاشياء من الداخل فيش فراغات. يعني شو اللي مسكر الفراغات؟ في عندنا فوتونات معتمه او سوداء او ماده مضاده، خلينا نقول يعني بتعبي الفراغات بين المدارات، بين الالكترونات، بين المستويات كلها. هاي كلها طبعا كامل بديش اقعدها، بس خلينا ناخذ جزء بسيط احنا عشان نشرح بالشكل عليه. خلينا ناخذ بالشكلات منيح. طبعا بتكمل كل الالكترونات في الذرة. هلا هذه الفوتونات تخرج اصلا من النواة وبتنشر بشكل عشوائي داخل الذرة، وهي موجود ايضا حوالينا. طبعا لا يمكن ادراكها او قياسها او رؤيتها او الاحساس فيها حتى بالاجهزة. ليش؟ لانها لا تحمل شحنة ولا تحمل اي نوع من الطاقة، فعملها دورانها داخل الذرة بشكل عشوائي داخل السلك. برضو هاي موجودة داخل السلك بشكل عشوائي. هلا موجودة في الكون، يعني يعني خلينا نقول اللي هو الفضاء. الفضاء عبارة مش فارغ، فيش فراغ، بكون معبى من نفس المادة هاي. واحنا حوالينا برضو في الليل، وهاي المادة السوداء برضو فوتونات بالشكل. فهاي موجودة داخل المعدن وخارج المعدن، في الفضاء وعوج الأرض وداخل الأرض. هذه فوتونات تسير، يعني سرعتها تسير بشكل محوري، يعني بتدور حول نفسها وبتنتشر بشكل عشوائي. هلا لا يمكن قياسها أو رصدها نهائيا، لأن ولا نقدر ناخذها بالسيخ، لأنه لا توجد فيها طاقة أصلا. اللي بصير والإلكترون بدور حول النواة يا أخوان، نفرق هسه هاي منتشرة. خلينا نأخذ خط بالشكل هذا من الفوتونات مارك من هون، وخط بالشكل هذا طبعا احنا كامل، وخط بالشكل هذا معبي كل الفراغات. هلا الالكترون هو يدور حول نفسه بيعمل مجال مغناطيسي، يعني هذا الحدود، اي شيء بيدخل داخل الحدود هاد شايفين بيأثر الالكترون عليه. انتو فهمت علي؟ اي شيء بيدخل داخل. طب ليش هذا اكبر انا عامله، هذا اصغر شوي وهذا اصغر؟ هلا الالكترون كل ما قرب من النواة بتكون طاقته أقل، فبالتالي مجاله المغناطيسي أصغر. كل ما ابتعد طاقته أعلى، كل ما ابتعد في المستوى عن النواة بكون المستوى تاعه أعلى، فبالتالي طاقته أعلى، فبالتالي المجال تاعه بكون أكبر. أنت فهمت علي كيف؟ كل ما والالكترون البعيد اللي ابعد من هذا بيكون اكبر اكبر، كل ما ابتعد المستويات تكون المجال تاعه اكبر، لانه الطاقه اللي بيحملها الالكترون هتكون اكبر. كل ما قرب من النواه، يعني
لما بتنقل الإلكترون من مستوى لمستوى، لما بيبتعد باخد مستوى طاقة أعلى، ولما بيقترب أو بتنخفض طاقته بينزل على مستوى إيش؟ أقل. ليه؟ تنقل الإلكترونات شبحناه سابقا بالشكل هذا. على هاي المادة السوداء لما يلف الإلكترون مثلا دورة، هلا بمر من مجاله الفوتونات هاي. هسا هذا الفوتون لأنه مر من طرف المجال بيحمل طاقة. هسا خلص أي واحد بيدخل في مجال تاع الإلكترون بحمله طاقة، يعني بحمل الفوتون اللي بدون طاقة بحمله الإلكترون طاقة، فبالتالي هذا بصير يحمل طاقة معينة. يعني خلينا نقول 80 80، يعني هذا ما هو بدور حول نفسه، هلا بيزداد سرعته مثلا دوران حول نفسه لأنه صار مع طاقة، بيتحول من مادة سوداء مؤتمة إلى مادة مضيئة. يعني من فوتون معتم بدون طاقة إلى فوتون مضيء. لما كنا نشرح إحنا النقاط المضيئة والنقاط المعتمة على هذا الشغل، بس إحنا هذا بشكل أوسع. فنفرض هذا صار سرعة دورانه 80 دورة زاوية، خلينا نقول هذا بده يكون 200 دورة زاوية. ليش؟ لأنه اقترب مسافة أكبر من الإلكترون فبيحمل طاقة أعلى من هذا، حيحمل. وهذا الإلكترون اللي الفوتون اقترب أكثر من هذا، مثلا خلينا نقول 500 دورة زاوية حول نفسه. يعني هذا الفوتون مرك من طرف المجال يتحمل طاقة مقدارها 80، خلينا نقول هذا الأقرب منه في وسط المجال تحمل طاقة 200، يعني أخذ طاقة أعلى من هذا. كل ما اقترب من الإلكترون أي فوتون بحمل الإلكترون طاقة أعلى من اللي أبعد. انتو فهمت علي كيف؟ عكس الإلكترون لما بكون حول النواة، كل ما كان قرب بكون طاقته أقل، كل ما بعد أعلى. هذا لا، العكس، لأنه هذا بأخذ من المجال، فهذا بينشر بسرعة الضوء وهذا بسرعة الضوء وهذا بسرعة الضوء ثابت اللي إحنا هذول اللي بنلتقطه. هلا شو الفرق إنه هذا حمل طاقة أعلى من هذا وهذا أعلى من هذا؟ شو اللي بيفرق؟ بيفرق إنه هو في المسافة، يعني هذا الرجوز يقطع مسافة كيلو، هذا يقطع مسافة 200، هذا 3 كيلو، هذا يقطع 5 كيلو. إحنا كتع فرضية، يعني بيقطع مسافة أعلى وبدوم وقت أطول. يعني مثلا هذا بعد ثانية خلصت الطاقة تاعته، فبالتالي رجع مادة سوداء، رجع فوتون بدون أي قيمة، بدون طاقة، بدون شحنة. أما هو هيك لمدة ثانية عندنا يحمل طاقة، يعني صار زي إلكترون يحمل شحنة سالبة اللي هي شحنة الإلكترون. يعني بشكل عام هاي الفوتونات اللي احنا بنلتقطها بالاسياخ او باجسامنا هي سالبة، باعتبار انه الالكترونات او الذرة كلها او الهدف بشكل عام هو سالب. انتو فهمتوا علي كيف؟ على ها بعد ثانية بتلاشى، ما بتلاشى الفوتون، بتلاشى طاقة الفوتون، برجع مادة سوداء. هذا مثلا بقعد 4 ثواني لأنه طاقته اعلى، فباستمراريته وقت اعلى. فعلاقة المسافة الزمن اقوى من المسافة، هو بزيادة مسافة بس احنا العلاقة بناخدها دائما بايش؟ الزمن. وهذا بقعد زمن انتشاره اطول من هدول الاثنين لانه بيحمل طاقة اعلى، ممكن يقعد مثلا 10 ثواني 15 ثانية مثلا. انتو فهمت علي كيف؟ فهذا الفوتونات المضيئة اللي انطلقت هي اللي بنلتقطها احنا بالاسياخ.
مش الالكترونات الرئيسية 79، 79 هاي ما بتنطلق، ما بتخرج من الذرة. إذا خرجت من الذرة يعني لو قلنا 4-5 الكترونات طلعوا من 79، يعني صارت 73 74 الذرة فيها تتأكسد، والذهب ما بتأكسد. ليش؟ ما بيخسرش، يعني ما بتخلاش ولا عن الالكترون. ممكن يشارك فيه بس بيرجعوا بياخذوا يعني إله، بظل ما بفقده نهائيا، هو بيشاركه. فبالتالي الالكترونات اللي حول النواة ما لها اي دخل في شغلنا، فقط بتحفز اللي هي الفوتونات الموجودة اللي هي معبية الفراغات. احنا زي ما قلنا لكم الذرة بين الالكترونات وبين الذرة والنواة والالكترونات والنواة في شيء اسمه فراغ. الفراغات كلها معبية بالمادة السوداء هاي. طبعا في فوتونات اصغر منها كمان، في فوتونات اصغر، انتوا فهمتوا على كيف، وفوتونات اكبر، بس انه ايش كلهم اصغر من الالكترون. هذا الماد هذا شكل الذرة. طبعا احنا ما بنقدر نشرح على هذا شكل الذرة الحقيقي، نقدر نشرح على هذا الحقيقي، لا يمكن ان نقدر نشرح على الصورة هاي. فهذا الاخضر اللي هي المدارات، الاحمر اللي هي النواة، النقط الحمراء اللي هي الالكترونات، والنقط السوداء هاي اللي هي الغيمة اللي هي معبية الفراغات اللي هي المادة السوداء او الفوتونات السوداء. فهذا البنطلقن تقدر تسميها مبدأ، فوتون، مضيء، ذبذبة، موجة، جسيم. يعني عملية التحفيز من الالكترون من داخل الذرة لا الفوتونات تتحول لالكترونات او فوتونات او ذبذبات او موجات تنطلق بالشكل هذا. خلينا نقول يعني الالكترون ما بلف دورة بحمل واحد، بلف الثاني بحمل مش الوراء الوراء، يعني هذا بتحمل الوراء، بتحمل ايش الوراء بتحمل، يعني بصير تقطيع ذبذبة موجة. هلا التكميلة اللي هيك زي ما كانت تطلع الموجة اللي هاي المنطقة المضيئة، يعني هان في عندنا فوتون ما تحملش طاقة، وفوق هون فوتون تحمل طاقة. يعني شوفوا كيف العملية، هنا الالكترون لف دورة حمل هذا، ما لحق يلف كان قاطع واحد مش محمل، ما تحمل يعني قاطع واحد تاني حمل اللي وراه. انتو فهمت على كيف؟ فبتلاقي جزء فارغ او خلينا نقول مسافة بين فوتون وفوتون. طبعا الالكترونات يا اخوان، هلا هذا خلينا نقول الالكترون في المستوى هذا بيقطع بثانية حول النواة. هلا الالكترون الثاني طاقته ليش اعلى؟ عشان يقطع بده سرعة دوران اكبر، يعني لازم يكون اسرع، فبده طاقة اكبر عشان برضو يلف حول النواة في مدار اكبر من الاول برضو بثانية. وهذا نفس الاشي بده طاقة اعلى من هذا لانه مداره اكبر، عشان بده طاقة اكثر ويصير اسرع عشان يقطع برضو المدار هذا مثلا بثانية. طبعا احنا واحد بالمليار من الثانية، بس احنا عشان نفهم الوضع كلهم بقطعوا نفس المسافة بنفس الزمن، بس المسافة مختلفة اكبر. انتوا فهمتوا؟ عشان هيك كل ما ابتعد الالكترون مستوى عن النواة المجال المغناطيسي تاعه اكبر، فبالتالي طاقته اكبر، يعني حيمروا هدول برضو هون. انتوا فهمتوا على هاي؟ ومع الالكترونات الورا، يعني مش احنا بس، انا اخذت الكترون واحد عشان اوضح هاي. هلا لما يمر من هون حيحمل طاقة اعلى من هذا، يعني خلينا نقول لانه هذا الالكترون بيحمل طاقة اكبر من الالكترون هذا، يعني مقدار اللي اخذ 80 هون ممكن لما يمر من هون من نفس المادة ياخذ 100 دورانه. وهذا
اللي قايل قريب منه مثلا مرك بالشكل هذا، هذا اخذ 500، هذا بجوز ياخذ 1200، الف ممكن ياخذ 1200 طاقة. يشير لفته يعني يشير يدور حول نفسه 1200 دورة زاوية، فبالتالي حمل طاقة اعلى. ليش؟ لانه هذا بالاصل الالكترون بيحمل طاقة اعلى من هذا، وهذا اعلى من هذا، وهذا اعلى من هذا. انتو فهمت علي كيف؟ طبعا هذا العملية مستمرة على جميع الالكترونات، يعني هون وبالشكل هذا وبالشكل هذا وبالشكل هذا على جميع الالكترونات، بس احنا اخذنا الكترون واحد نبني عليه ونشرح عليه. يعني هي عملية تحفيز من الالكترونات للمادة المضادة او المعتمة او الفوتونات، فبتحمل بحملها نبضة فبتنطلق بسرعة ضوء، كل هذا بسرعة الضوء، هذا بسرعة الضوء، هذا بسرعة الضوء. بس الفرق ايش؟ قلنا يا اخوان الزمن اللي بقعد فيه هو ايش؟ منتشر. طبعا نفس العمل هذا داخل، خلينا نقول داخل الارض. هلا الخارجي في نظامين، في النظام هذا وفي النظام الثاني اللي هي ظاهرة تومسون وظاهرة كومبتون، اللي هي الفوتونات عن طريق الفوتونات الساقطة من الأشعة الكونية أو أشعة الشمس على المعدن، عبارة المعدن. فبتحفز هذه الفوتونات الساقطة بتحفز المادة المضادة أو الفوتونات، بتحملها طاقة وبتنشر بنفس الأسلوب، بس مش يعني بتكون في منها بتحمل طاقة أعلى، يعني في منها ممكن يكسب طاقة من الفوتون الصادر مثلا من الشمس، وفي منها من الإلكترون. يعني ممكن تأخذ طاقة من الفوتون الساقط أو تعطي الإلكترون، يعطي الفوتون الساقط طاقة، يرتد الفوتون الساقط محمل طاقتين اللي هي طاقته زائد طاقة من الإلكترون. فبالتالي هاي لما احنا بنلتقطها تحمل مواصفات الذرة، يعني هاي مادة بما انها نابعة من الذرة تحمل مواصفات الذرة، عشان هيك احنا بنعد عليها مثلا لما بنلتقطها بنلتقط مثلا العدد الذري بنميزها كحديدها لانها بتحمل مواصفات المعدن. فهمتوا علي؟ طبعا احنا شرحنا لكم اياها بفيديوهات بشكل ابسط شوي، اللي هي المنطقة المضيئة والمنطقة المناطق المعتمة. انتوا فهمتوا علي كيف؟ فالجسيم اللي كنا نلتقطه حتى هذا بفسر، يعني في الناس اللي عندها اجهزة لما كانت تلتقط شرط الذهب ويتبعها بلكها فجأة سقطت، هو كان يلتقطها الفوتونات ولما تخلص طاقته الفوتون تخلص طاقته خلص يسقط، يرجع مادة سوداء بدون شحنة بدون طاقة، فبشوف انه الموج اللي اخذها سقطت. وين راحت؟ يعني ليه سقطت؟ لانه هو ماسكها، فبكون الفوتون اللي التقطه محمل مثلا 80 سقط، يعني خلصت الطاقة بتاعته، فبرجع فوتون بدون طاقة بدون قيمة بدون شحنة. فطبعا مش راح يلتقطه لانه هذه الفوتونات لا يمكن رصدها ولا التقاطها، لانها لا هي لا لها شحنة ولا لها طاقة. فلما بحملها الالكترون طاقة وبتنطلق بنلتقطها احنا بالاسياخ او بالاجهزة، بس لها فترة زمنية معينة، يعني احنا اقل من جزء من الثانية، ما هي ماشي بسرعة الضوء ممكن تقطع هي واحد من الجزء من الثانية تقطع كيلو او 10 كيلو مثلا، فهمتوا؟ فلما بيلتقطها الجهاز وبده يروح على الهدف بتلاقيه بعد ثانية او ثانيتين او مثلا ثلاثة تلاشت، يعني سقطت بعد ما زقطها بالجهاز اللي هن الاستشعاريات. وهذا اللي مش عارفين يفسروه، ليش لما كانوا يلقطوا الذبذبة او الموجة بتاعت المعدن تسقط، يعني كأنه فقدها الجهاز، فقدها مش عارفين وين راحت، يصير بده ياخذ ايش؟ موجة ثانية، يلتقط فوتون ثاني ويصير نفس الحكاية فيه. فهذا اللي بيصير،
يعني الفوتون هو الطاقة المحملها إلى فترة زمنية معينة، بخلص طاقته برجع فوتون، لا طاقة ولا شحنة. لما بتحمل بيحمل طاقة شحنة سالبة، بيحمل نفس طاقة جزء من الإلكترون، فبتلتقطه بالجهاز، ولم بعد فترة زمنية جهاز زمن الثانية بتنتهي. انتوا فهمت علي؟ هذا للي بيشتغلوا على الأجهزة. ليش بتسقطوا؟ لأنه برصدوا المنطقة المضيئة وبيفقدوا منطقة معتمة لما بيرجع الإلكترون الفوتون لحاله. ف داخل الأرض التحفيز الداخلي، والتحفيز الثاني من سطح الأرض بالإضافة لهذا اللي هو عن طريق الفوتونات والهاي. فبالتالي الجو يا إخوان مليان من الفوتونات المعتمة أو المادة المضادة عكس المضيئة، اللي هي احنا بنقول الجسيم المضيء أو الفوتون المضيء، اللي هي الفوتونات بشكل سواء من أشعة الشمس، من مصباح كذا. يعني مصباح لما مصباح توجهه على معدن انت بتحفز، يعني الفوتونات الصادرة من المصباح بتحفز المادة السوداء، بتحملها طاقة ايضا من المعدن. انت فهمت علي كيف؟ يعني حتى أشعة القمر بتعمل نفس الحكي، أشعة الشمس بتعمل نفس الحكي. بالتالي عشان هيك احنا هذه الفوتونات مثلا بتحمل من نفس المادة، فبالتالي عشان هيك احنا بنلتقط مثلا هسه صرنا نلتقط بشكل عام كل شيء، الانسان، المعادن، اي شيء، النباتات، المياه، اي شيء، لانه كل المادة هاي موجودة معبية. يعني زي ما نقول، خلينا نقول احنا في بحر من المادة المظلمة او السوداء، لكن احنا لا يمكن رصدها الا لما تتحمل طاقة تصير مضيئة. طبعا هنعمل كمان جزء نوضح اكتر من هيك تفصيل، بس اظن كافي هيك، وان شاء الله مفهوم. طبعا اللي حابين يفهموا اكتر عن كيف احنا بنلتقط شو اسمه الهدف والالكترون، بظلوا يعطي فوتونات طاقة تضعف طاقته، تصير طاقته أقل، بنزل لمستوى إيش؟ أقل منه، بصير زيك، ولما هذا بعطي بصير زيك، بعدين بصير تصير طاقة جديدة ويطلع، وعلى الموال. فهمت علي كيف؟ فحبينا نشرحه هاي للشباب، وإن شاء الله الوضع مفهوم، وعرفتوا شو اللي بيصدر من المعدن الذي لا ينتهي. هذه المواد تتوالد باستمرار، انتوا فهمت علي كيف؟ يعني ما بتخلص، وحتى لو ظلها تطلع من المعدن ما بتخلص، تتولد من النواة نفسها. انتوا فهمت علي كيف؟ فإحنا بنلتقط هذه الفوتونات، يعني هدفنا صافة سالب، لأنه كل هاي اللي بدها تخرج تخرج سالب، وتحفيز من الإلكترونات أو من الساقط، مش راح تاخد إشي من النواة، هي بتطلع من النواة، بتتولد من النواة بس كجسيمات ليس لها شحنة وليس لها طاقة. التحفيز بكون من خارج النواة اللي هي نعتبرها السالب، أو التحفيز من الخارج عن طريق الفوتونات الساقطة. طبعا زي ما قلنا التحفيز يا من الإلكترون أنواع، هلا التحفيز من الإلكترون للمادة الفوتونات هاي، التحفيز الثاني فوتونات ساقطة من لما يكون المعدن سطحي، التحفيز الثالث هو إعطاء المعدن نبضة أو كهرباء، نبضة كهربائية أو وصله بالكهرباء زي ما إحنا بنستعمله في الإلكترونات. ما من هيك تطورت الإلكترونات من المفهوم هذا، فالكهرباء بتمشي في الفوتونات، يعني الفوتونات هاي هي اللي بتتحمل نبضات وبنشتغل عليها شغل الإلكترونات. يعني سيران التيار داخل المعدن
بنفس التحفيز هذا. يعني عندنا 3 تحفيزات اللي هو عن طريق إعطاء نبضة كهربائية للمعدن أو تمرير تيار. فهذا الشغل مالوش شغل، يعني مالوش دخل بشغلنا. هذا مثلا ممكن تجيب مفك مثلا كهربائي من بعيد، اللي هي المفكات اللي بتكشف الكهرباء. هلا لما تقربوا على سلك كهرباء مثلا معين بتلاقي ضوء. وليش ضوء؟ هذه الفوتونات اللي بتخرج، انت فهمت علي؟ بس إلها حدود معينة، يعني تحميلها فبتخرج لحدود معينة. فعشان هيك بنستعمل مثلا قطعة الإفراط عشان ما النبضات هاي ما تخرج برا وتأثر، لأنها إلها قوة اختراق عالية. انتوا فهمتوا؟ حتى هاي اللي احنا بنلتقطها بالأسياخ إلها قوة اختراق عالية جدا، لأنها بتسير بسرعة الضوء. فبالتالي بنلقطها بالمفك والتستر أو الفحص إنه في الأسلاك أو الأبريز كهرباء نتيجة من الفوتونات هاي، لأنه الفوتونات هاي هي اللي بتتحفز وهي اللي بتتحمل نبضات أو نبضات كهربائية. أنتوا فهمتوا علي كيف؟ وتطور العلم في الإلكترونيات بسبب هذا الاكتشافات هاي. فعندنا 3 تحفيزات اللي هو الكهرباء، يعني هذا الحكي بصير داخل السلك. أنتوا فهمتوا كيف؟ فهذا احنا طبعا مناش في الكهرباء، بس حبينا كمعلومة عشان تفهموا أكثر حتى الكهرباء كيف ماشي بالسلك. والتحفيز الثاني عن طريق الأشعة الكونية أو أشعة الشمس، والتحفيز الثالث من الإلكترون اللي داخل النواة. ويعطيكم ألف عافية، حبينا نكملكم بهالمعلومة.